بسم الله، السلام عليكم. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن حال. اليوم جبت لكم حلوه الطبقات، حلوه هذه معروفه تاع ناس زمان، ان شاء الله تعجبكم. جبتها على الاصل تاعها، من حنزيد فيها والو، ما حنقص فيها والو. فوالا جبتها خصوص الناس اللي يحبوها. شوفوا هنا واش عندنا. عندنا هنا 250 غرام تاع الزبده، اللي هي بطه صغيره تاع الزبده. نروحوا نذوبوها هذيك الزبده، نذوبوها هنا. بعد ما ذابت معنا هذيك الزبده، نحطوا عليها كاس تاع عسل. فانا قلت لكم بلي ما نحزت فيها والو، ما نحنقص فيها والو. هذه حلوه زمان، كامل كامل يحبوها كبير وصغير. وتاني خفيفه على اليد، ما تشدش اليد. فوالا دوك هنايا بعد ما ذابنا داك الحسل، داك الحسل الزبده والحسل الثاني، نعاودو نحطوهم فوق النار ونخلوهم حتى يتجانسوا. بعد ما ذوبنا هذاك الحسل والزبده، نحطو نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع السكر، سكر عادي، سكر تاع الطابله، ونخلطو مليح مليح حتى يذوبنا داك السكر. بعد ما يذوب الناس السكر ويبرد الخليط، نقلبوه هكذا الخليط نلقاه بارد، نحطوا البيض تاعنا. خلوه نبقاو نخلطوا في هذاك السكر حتى يذوب ويبرد الخليط، باش نحطوا البيض، باش البيض ما يفسدلناش. دوك هنايا نحطوا ثلاث حبات تاع البيض، نحطوا غير الصفار، نحطوا الصفار برك. فوالا الفيديو راه مفهم روحو، بالنسبه لي ما تفهمش هضرتي، الفيديو راه مفهم روحو. فوالا هكذا، من حنقصكم مالو باش تفهموا مليح. بالنسبه لي ما يفهمونيش، هنا قرصه تاع الملح. ومن بعد نخلطوا داك البيض مليح مليح حتى يتجانس مع دوك المكونات. فوالا دوك بعد ما تجانسوا لنا دوك المكونات، نحطوا الفرينه. هنا عندنا حوالي ربع كيسان تاع الفرينه، بصح ما نحطوش دفعه واحده، نحطوا ثلاث كيسان. ومن بعد نشوف دوك هنا عندي بيكربونات، انا وريت لكم هنا الباطا باش تفهموا باللي بيكربونات. نحطوا مغرف صغيره تاع بيكربونات. فوالا نزيدو نكملو نحطو الفرينه. فوالا نحطو قلنا ثلاث كيسان في الدفعه الاولى، والكاس الرابع نخلوه نحطوه تدريجيا. فوالا دوكا هنايا نبقاو نخلطو هذاك الخليط تاعنا هكذا، ما نزيدوش الفرينه حتى نخلطوه مليح مليح باش يتجانسوا دوك المكونات مليح. ومن بعد نزيدو الفرينه، بعد نشفو. فوالا نشفو عادي كيما الصابلي، ما يكونش ناشف بزاف وما يكونش طري بزاف. فوالا هكذا هنا تلمت معنا العجينه. هنا العجينه تكون كيما تاع الصابلي، تكون شاده روحها شويه، ماشي قاصحه ومشي طريه. دوك هنا نقسموها على ثلاثه، على ثلاث مرصوات هكذا. لازم يكونوا كيف كيف، يكونوا متساويين. اللي عندها الميزان توزن، انا مش حنوزن هكذا برك، راح نعبرهم. فوالا ونديروا العمليه هذه باش يجونا متساويين وتجونا مالسين. دوك عندنا السنيوه هذه، وعندنا بابي كويسو اللي راح نخبزو عليه ونطيبو فيه هكذا. ونجيبو كيس تاني ونبداو نفتحو في ديك العجينه تاعنا على حساب السنيوه، على حساب السنيوه اللي عندك، مدوره ولا طويله على حساب السنيوه اللي عندك. فوالا هكذا نفتحو بالحلال، نحطو داك الكيس باش ما نبقاش نحطو في الفرينه وباش ما تنشفناش العجينه تاعنا. دونك بعد ما فتحناها نشوفو هكذا، نعبرو السنيوه اللي على حساب السنيوه ولا لا. ومن بعد نحو هذوك لي شوت، هذوك لي شوت كامل نحوهم هكذا باش تجينا الحبه تاعنا معبره هكذا. نحو كامل هذو لي شوت، وهذو لي شوت ما نرموهمش، نعجنوهم تاني ونطيبوهم وحدهم باش نعاودو نطحنوهم ونزينو بهم من بعد. فوالا دوك نحوهم ونحطوهم في الكيس باش ما يبسولناش. دوك هنا نجيبو فرشيطه ونثقبو كامل هذيك العجينه تاعنا باش ما تنفخش، باش ما تنفخش وما ديرش هذوك الفقاعات. ثقبوها مليح ونحطوها. شوفوا السمكه هنا تاعها شحال، ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تكسرناش. دوكا نحطوها في السنيوه، نحطوها في الفرن، نشعلو الفرن 180 درجه، نشعلو مده 20 دقيقه قبل على 180 درجه، ونحطوها في الفرن، نشعلو الفوق والتحت ونخلوها 7 دقائق. 7 دقائق في الفرن، ما لازمش تفوت اكثر من 7 دقائق. نخلوها 7 دقائق في الفرن ومن بعد نحوها. كما تعرفوا فيها الحسيله راهي ثم الطيب وثاني يتبدل اللون تاعها. دوكا نعاودو ثاني نحطو الثانيه طيب ثاني 7 دقائق، نحسبو لها 7 دقائق الا كثرتي 8 دقائق. فوالا ونحوها، نحطهم كيف كيف هادي على هادي. نعاودو ندو دوك الثلاثه ثاني طيب هكذا ثاني كيف كيف، نحسبو لها 7 دقائق. دوك هنا بعد ما طابت ثاني ندوها نحطوها مع الاخرين اللي طيبناهم قبل هكذا. نحطو هذه على هذه
ودوك هنايا بعد ما بردو نخلوهم حتى يطيبوا كامل ويبردو. دوك بعد ما بردو هذوك الخبيزه تاعنا طيبناهم، دوك نجيبو نحطو في السنيوه اللي كنا نطيبو فيها، نحطو بابي كويسون، بعد نحطو الطبقه تاعنا الاولى ونحطو معجون المشمش. فوالا انا هنا كثرت معجون المشمش، من الاحسن نحطو زوج مغارف برك، زوج مغارف تاع معجون المشمش. انا هنا حطيت 3 مغارف، كثرت. فوالا من الاحسن نحطو غير زوج مغارف برك. دوكا نجيبو نحطو الثانيه هنايا مكسره، بصح ما حبيتش نخبيها عليكم، حبيت نوريها لكم باش كي تصرا لكم ما تخوفكمش. فوالا مكسره بصح ماشي حتخوفنا، عليه المعجون راح يشدها. فوالا هكذا، ومن بعد نحطو كيف كيف المعجون تاني. قلت لكم نتوما حطوا غير زوج مغارف، انا هنا حطيت 3 مغارف تاع المعجون، جات حلوه بزاف، جات حلوه بزاف وجات تقهم بالمعجون، كثرت لها المعجون. دوكا هنا نمشو كامل داك المعجون تاني، ومن بعد نجيبو الطبقه الثالثه. نسيت ما وريتها لكمش هكذا، شوفوا كيفاش طابت معانا الجهه الاخرى، هاي ليكم. دوك نحطوها كيف كيف هكذا، كي تكسر لك ما تخلعكش ريحه يحكمها المعجون. فوالا هذه الخطوه حبيت نوريها لكم، ما نحيتهاش على بالي بلي حتصرا لكم وتخوفكم سخط المبتدئات. هكذا ونزيروا عليها باش يشدوا في بعضها، ما نزيروش بزاف يتكسروا لنا شويه برك، راه هذا في الاول يكون قاسح. فوالا نخلو للصباح، الصباح يصبح طري. فوالا دوك الخبيزات في الاول يكونوا قاسحين، تما هذاك اللي كي نجو نزيرو على الحبه بشويه. فوالا نعبزو عليها بشويه باش ما تكسرناش، ولا تكسرت لك ما تخلعك، شاف فيها المعجون، المعجون راح يحكمها. الصباح تصبح حكمه راح. دوك هنا كامل تاني هذيك الطبقه الثالثه الاخيره ندهنها مليح مليح بالمعجون، انا هنا كثرت المعجون. ديروا بالكم حطوا برك زوج مغارف، ما تحطوش 3 مغارف. دوك هنايا شوفوا هذيك اللي شوت اللي نحيتهم تاني هكذا، فتحتهم هكذا بالحلال وحطيتهم طابو، وريحه نطحنهم ونزين بها. هام ليكم بعد ما طحناهم هذوك لي شوت اللي نحيناهم، شوفوا دوك راح نزين بهم. وانتم لكم الاختيار، تحبوا تحطوا لوز، تحبوا تحطوا بيستاش، تحبوا تحطوا شوكولا، تحبوا تحطوا اي حاجه، لكم الاختيار. تحبوا تحطوا كلاصاج تاع السكر، لكم الاختيار كيما تحبوا. التزيين على حسب الذوق تاعكم. دوك نخلوها حتى الصباح، نخلوها تبات، هذه الحلوه لازم تبات، نخلوها حتى الصباح. هنا بعد ما صبحت الحلوه تاعنا رايحين نقطعوها، ثاني قطعي كيما تحبي، انا حنقطعها انا مقروضات وانتم قطعوها كيما تحبوا. حنقطعها الشكل تاعها هكذا، الشكل تاعها من بكري قطعوها مقروضات. فوالا مقروضات شويه يكونوا كبار ماشي صغار هكذا. فوالا ومن الاحسن تخلوها تصبح، ما لازمش تقطعيها تمتم، تكون قاصحه تمتم، تكون هذوك الطبقات يكونوا قاصحين كي يطيبوا تمتم، حتى الغدوه من ذاك يصبحوا بالمعجون باش يطراو وتولي ديك الحلوه تذوب في الفم. تمتم تجيك قاصحه بالك تخلعك ما تخلعكش، بصح الغدوه من ذاك تولي ديك الحلوه ما تنشبعش، تولي تذوب في الفم. فوالا داك المعجون راح يعطيها واحد الطراوه، وفي الثانيه مخدومه بالزبده، مخدومه بالحسيله، كي تصبح تطرى. فوالا هنا التليفون ما يعطيش الحاجه حقها، هنا خرجت بزاف شابه، خرجت عسليه، بصح التليفون شوفوا كيفاش يوري فيها اللون باهت ماشي شابه. نقربها لكم هنا باش تبان لكم باللي راهي شابه وراهي تشهي، جات بزاف شابه، ما متحمر الوجه هكا يكون عندك ضيافله. انا نقسم لكم هنا حبيبه باش تبان لكم، ان شاء الله تعجبكم، ولا جربتوها ان شاء الله تنجح لكم، شاهدكم في الجنه. ان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ولي اول مره تشوف القناه دير ابوني، تفعل الجرس باش يلحقك كل جديد، بارطاجوا فيديوهاتي ما تنساوش، ولي عجبتكم ديروا لايك، وان شاء الله تنجح لكم الى جربتوها. ومع السلامه.